القسم بتاعنا اسمه ايه؟ ها؟ طبية، مشهور بالطبية. بس هو في الواقع اسمه مع حسب العربي ولا بالانجليزي يعني هندسة حيوية طبية ومنظومات، صح؟ وبالانجليزي اسمه سيستمز اند بايوميديكال انجينير. فبالعربي المنظومات جت في الاخر. وبالانجليزي سيستمز جت في الاول. الكورس اللي هو انتربرينور شيب مش عارف درس كم مره في بس درس قبل كده لكن في سنين مختلفه، ساعات كان بيدرس في سنه اولى وساعات رابعه وبعدين الدكتور مرسي اللي هو رئيس القسم قال لي من شهر كده ايه ممكن دكتور احمد تدرس لنا انتربرينور شيب، فقلت له والله تحت امرك يعني انا حابب القصه دي، ما كنتش عارف ان اكشوالي في فوافقته من حوالي اسبوع كده مش مهندسة سمر قالت لي انا معاك في الكورس. انا سهلا اول مرة نتقابل من ساعة كده، تبادلنا رسائل خلال الاسبوع اللي فات كذا مرة. صوت ماشي. انا ما بحبش قوي بس هتكلم عشان يبقى اريح لكم. الحقيقه الكورس ده في تقديري ممكن يكون نقطه تحول رئيسيه، واتمنى ان هو يبقى نقطه تحول رئيسيه في الطريقه اللي انتم بتفكروا يمكن بيها. هل ممكن كورس يحقق الكلام ده؟ شيء يبدو انه هو صعب بس هحاول، وانا لحد ما راجل عجوز شوية. بس تفتكر عندي كم سنة؟ طيب انا عندي 64 سنة. ويمكن انا اطول واحد في الكلية. مش عارف ليه بس جت معايا كده. فكان طولي اخر مرة قسته 197، كنت بلعب منتخب باسكت زمان بقى في السبعينات. طيب وانا كنت من يعني حظي اوائل الناس اول دفعه اتخرجت من هذا القسم. دخلناه سنه 1976 وتخرجنا منه 1980، فالكلام ده بقاله 42 سنة يعني. وفي خلال ال 42 سنة دول زي ما هتشوفوا كده وتعرفوا أنا تقريبا عملت كل حاجة في الدنيا مسموح بيها يعني قانونية. ف حظكم كده إن هتشوفوا شوية حاجات اتمنى تكون ظريفه ومفيده وتحاول ان هي تنعكس في اغلى شيء ادهولنا ربنا اللي هو ايه؟ لا وايه الفرق ما بين العقل والمخ؟
هو المخ برين يعني هو الهاردوير. فالحيوانات برضو بتفكر. طبعا يعني ربنا ادانا القدرة على ان احنا ايه نعمل حاجات، بس اللي فرق حقيقة ما بين الانسان والحيوان هو ايه؟ يعني ايه، ما هو ايه الحاجة اللي الحيوانات ما بتعرفش تعملها؟ تفكير؟ حضرتك ربيتي حيوانات او تعملتش مع حيوانات قبل كده ولا؟ بص الحيوانات بتفكر بس بطريقة ليميتد شوية. بس هي ما بتعرفش تحلل. اوكي، الحيوانات وعلم آدم الأسماء كلها. اوكي، فالحيوانات ما عندهاش قدرة انها تقرأ وتكتب. ما شفتش حيوان قبل كده ماسك قلم ورقة و فده الفرق الرئيسي ما بيننا. واحنا للأسف ما بنستخدمش قوي الحاجتين دول. كم واحد دلوقتي ماسك ورقة وقلم وبيكتب حاجة؟ واحد، اتنين، مش شايف ورا، اتنين من 60 مثلا. فده الفرق الرئيسي ما بين الإنسان والحيوان، القراءة والكتابة. فعايزين ننتقل من إن إحنا بنتصرف أو نبتدي نتصرف كبني آدمين. ناس جميلة كده. طبعا ممكن حد يقول لي ما هي المحاضرة متسجلة وحلو، بس هتلاقي في حاجات كتير قوي هنتكلم فيها، وممكن بعضيها انت بطريقة تفكيرك واكتسابك للمعلومة ايه وتفاعلك معايا هو اللي هيفرق. فهنشوف ازاي ده ايه لازم نكتسبه كبارت من الانتربرينورشيب، وازاي نتحول ان احنا نفهم ازاي. وعلى فكرة الكلام ده مهم مش على مستوى كل شخص بس، نتكلم بقى على مستوى البلد كلها. يعني لان احنا في الاخر عايشين في بيئه بنتاثر بيها كلنا، اردنا ام لم نرد، مبسوطين بيها ولا مش مبسوطين. كلنا بنيجي الجامعه وبنروح وبنتحرك وبنفتح كذا، والموبايل شغال وحش والانترنت مش عارف فيها ايه، بنتفاعل مع الايه الانفايرمنت اللي حوالينا. فازاي نخليها احسن وبالتالي نخلي نفسنا احسن، او العكس ممكن نبقى نخلي نفسنا احسن فالانفايرمنت بتاعتنا تبقى احسن وعائلتنا تبقى احسن ومشاكل. حد عنده اي اسئله في اي حاجه؟ احنا كده قلنا احنا لسه ما عندناش سلايدز كتير، عندنا 6 سلايدز الموجودين بس هتشوفوهم قد يكونوا مختلفين شويه عن اللي انتم متعودين عليه واحنا ماشيين كده. اي سؤال؟ محدش سؤال؟ مش اصلا لا ارفع ايدك شويه. حدش عنده اي سؤال؟ اتفضل. هتستفاد منه ازاي؟ هنشوف يعني الكورس هيلعب في عقلك شوية بحيث يحاول يخليك جاهز في رأي ان انت تبقى مهندس ناجح ومهندس قوي وتكتسب حاجات كتير، شوية حاجات كده هنشوفها واحنا ماشيين. فهيبقى الكلام بيخاطب عقلنا وقلبنا بشكل واضح ان احنا ننميه ازاي ونخليه احسن ازاي. يعني انا موجود علشان اساعدكم، واتمنى
باشمهندسة سمر تبقى معانا يعني في انها تبقى اقرب منكم، وانا هبقى متاح في اي وقت لاي حد يبعت لي حاجه وارد عليها. يعني مانيش واحد جاي اقول كلمتين واختفي وبعد اجي الاسبوع الجاي ويبقى 10 محاضرات والسلام عليكم. ومش هدي الكورس لوحدي زي ما تشوفوا، هجيب ناس من عندهم خبره معينه في مجالات مختلفه يدوا اجزاء من الكورس، بحيث ما يبقاش راي فردي انا اللي عارف الحل كله. مفيش حد عارف الحل كله، يعني اللي عارف الحل كله هو الوحيد، هو مين؟ ربنا. احنا بشر بنجتهد على قد ما بنقدر. طيب، فالاوفر فيو بتاع الليكتشر هيبقى فيه كورس انستراكتور اند اسيستنت، هو ار زي، من هم اللي هو انا وايه والبشمهندسه. هناخد كده من وقتكم 10 دقايق في ان احنا ايه نديلكم معلومات شويه عن نفسينا عشان تعرفوا مين اللي بيكلمكم. بعد كده students overview هتاخدوا 13 سؤال كده بسيط وايه وتجاوبوا عليه كجزء من الليكتشر. وفي اي وقت حد عايز يسال في اي حاجه او يعني ده عشان نجمع اكبر قدر من المعلومات بطريقه منظمه، واختيار حاجات كتيره من اللي هتعمل في الكورس هيبقى بناء على 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 الاجابات بتاعتكم. يعني انا مش عندي كورس كده وجاي اديهولكم، لا انا جاي اتفاعل معاكم. انت عندك ايه وتفكر في ايه وعايز ايه وشويه حاجات كده، وبالتالي هعمل ادجستمنت للكورس علشان يخدم اللي انتوا عايزينه او موقفكم معايا. والحقيقه الجزء بتاع ويكيبيديا على الانتربرينورشيب ظريف، يعني في 33 صفحه كده تقريبا موجودين على الانتربرينورشيب، وغير بقى اللينكس بتاعتهم بالريفرنسز وغيره، يعني هنعدي عليهم تعديه سريعه كده جزء من المحاضره النهارده. طيب باشمهندسة سمر، تسمحي لي كده وتعرفي نفسك للشباب الحلو بتاعنا؟ لا ادي تفاصيل اكتر شويه، انت اتخرجتي امتى؟ بتعملي ايه؟ لسه ايه؟ بتفكري ازاي؟ يعني ادي برضو ادي تعريف كده شويه. ميرسي. احنا هنتعب سمر معانا قوي خلال خلال الكورس، بس اعتقد اتمنى ده يبقى برضه مفيد ليها في ان هي تبقى باشمهندسة احسن وتعرف شويه حاجات اكتر من اللي يمكن فيعني وكلنا بنتعلم من بعض. انا هتعلم منكم واتمنى ان انتوا تتعلموا مني، يعني لانه لو انا افتكرت ان انا اللي عندي العلم واللي عارف كل حاجه يبقى انا ما اعرفش حاجه، عشان بس مفيش حد في الدنيا يعرف كل حاجه، ولا اينشتاين ولا زعبولة ولا ما فيش، يعني كلنا بنتعلم. بس في ناس
فاهمه يعني ايه نولج وفاهمه يعني ايه معرفه وبتسعى لهذا علشان لنفسها ولغيرها وللاخرين يعني. في ناس متخيله انها فاهمه كل حاجه وعارفه كل حاجه ودول سيبك منهم يعني ما تضيعش وقت كتير معاهم في تقديري الشخصي وان انا طيب انا كنت بكتب شويه قصتي كده غريبه يعني في التفاعل وكنت بطلع في التلفزيون ساعات ويعني في شويه حاجات مرميه على يوتيوب من الحاجات اللي كنت بطلع فيها وعملت شركات واشتغلت في الحكومه واشتغلت في الامم المتحده وعملت جمعيات اهليه اشتغلت حوالي 18 جهه مختلفه من وانا طالب لحد ما يعني العمر اللي الواحد عايشه ولسه بقاوح وبتكلم مع ناس في ان احنا نحاول نعمل حاجه احسن. فشفت خبرات الى حد ما اعتقد انها يعني سواء داخل مصر او خارج مصر فهحكي لكم بريف كده شويه عن الحاجات اللي انا عملتها والكونكلوجنز اللي انا وصلت لها وبالتالي احنا محتاجين ايه لانه انا لوحدي مش ممكن اعمل كل حاجه. الامل بجد فيكم. انا مش بقول كده بقى كلام يعني ايه سياسي ولا بتاع انا ما يعني نص الوزراء ورؤساء الوزراء اللي اتعاملت معاهم هم كتير قوي يعني فوق مثلا 70 80 واحد يعني على الاقل قليلين منهم جدا اللي في رايي يعني جادين والباقي اغلبيتهم كده ايه مقضيينها منصب وياخدوا فلوس ولا ياخدوا بوزيشن ولا ياخدوا فلوس يعني وات ايفر. وكنت عندي يمكن حوالي على وورد بريس حوالي مثلا 120 رايح فين يا عم؟ حمام؟ طيب اسمك ايه؟ ماشي يا يوسف. ف بس يمكن بقالي ثلاث سنين او اربع سنين كده كنت تعبت شويه وبتاع ف بقيتش بكتب وبعدين بقالي سنه كده ولا حاجه رجعت تاني بالتدريج وقررت ان انا اركز في الكليه. كنت بعمل حاجات كتيره جدا سبتها كلها وقررت ان انا اشتغل على دماغيتكم يعني باختصار شديد. فالتفاصيل الموجودة هنا بس خليني أقولها بريفلي مش كده. أنا فاكر كنت في جات لي الفرصة يعني إنه وأنا طالب في الكلية أكشلي والدي خلاني بعد إعدادي أسافر أتدرب في إنجلترا. وكنت رايح أتدرب والدي كان شغال في صناعة البترول و يعتبر يعني من مؤسس هذه الصناعه في مصر ولا غيره فبعتني لشركه بتورد لهم حاجات فرحت وانا هناك والدي كيمست وانا ما كنتش اياميها انترستد قوي في يعني احب الفيزيكس والماث لكن ما كنتش احب الكيمستري يعني بس رحت كده وبعدين وانا هناك سمعت انه هيعملوا القسم كان القسم لسه بينشأ سنة 76 ما كانش موجود أصلا يعني. فرحت جبت كتاب كده يعني باي ميديكال انجينير. سوري. فرحت جبت كتاب يعني باي ميديكال انجينيرنج وإيه ورجعت قلت لوالدي أنا كنت عايز أخش كهرباء ما كانش في كمبيوتر ولا في بتاع يعني. كان في وانا كنت قبل كده عايز اخش طاقه ذريه بس ما كانش هنا في اسكندريه هندسه ذريه ف والدتي ما كانتش متحمسه قوي ان انا يعني اسافر وابعد عنها ما اعرفش ايه وبعدين جه القسم اعلنوا عنه فقلت هخش قعدت يومين ثلاثه في الكترونكس كده بس قلت لا مش هاجي هندسه ومن ساعتها بقى ابتديت رحلتي مع هذا القسم يعني
في سنة تالتة يعني سنتين بعديكو برضو في رحلة كده تدريب في الصيف، رحت اتمرنت في شركة بتاعت أجهزة طبية، بتعمل أجهزة طبية يعني في إنجلترا برضو. إنجلترا احتلت مصر كام سنة؟ أوكي. فيعني في كده إيه إكزيستنس. فرحت ضربت في الشركة دي ورجعت متحمس قوي، وكان في الدفعة الأصغر مني بسنة واحد اسمه الدكتور علاء السبع، حد سمع علاء السبع كده؟ علاء حسون السبع. علاء حسون السبع هو خريج هذا القسم، أصغر مني بسنة، يعني دفعة أنا اتخرجت 80 وهو اتخرج 81، وهو أول واحد كان سافر مع زوجته اللي هي أستاذة عندنا في القسم، الدكتورة عند ذات تايم يعني منى طاهر، عارفة منى طاهر؟ ف المهم طيب، فعليه بعد ما سافر هناك وهو مهندس بس راح اشتغل في البورصه في امريكا، وكانوا في بنسلفانيا، ورجع عمل اول شركه توظيف اموال حقيقي، مش شركات النصب يعني. وبعدين الشركه دي كبرت بقت مثلا بمليار مثلا بتاعه، ودخل في شراكه مع شركه تانية، وبعدين عمل يعني عنده اكسبيرينس كده علاء في قصه ايه التمويل وعمل الشركات، وهو اصلا كان من خريج القسم بقى براكتيكال، يعني هو واحد من العلامات المميزه جدا في موضوع بناء شركات وتمويلها وغيره، وتحويلها من شركات مملوكة للحكومة لشركات برايفت وهكذا. فالمهم كنت شايف عليها موهبة، اقنعته، قلت له ايه تعالى نعمل شركة. احنا الكلام ده ايه، كنت انا في سنة تالتة او يعني، وهو في سنة تانية. وقعدنا مكملين في القصة دي، وكان لنا الفرصة كده ان احنا ايه نبدأ موضوع ان احنا نعمل شركة، تعالى نعمل شركة في أجهزة طبية وغيره. كان ده سنة 79 يعني زمان. الشركة ما اتعملتش. أنا دخلت الجيش، سافرت، خدت ماجستير ودكتوراه. فأثناء ما أنا مسافر تعرفت بدكتور، كان دكتور بتاع أختي، هو أستاذ هنا في قسم الإلكترونيات، اسمه دكتور أدري بدويه. فادري توفى من حوالي سنتين كده. مهم، وكان راجل عبقري يعني في العلم وشاطر قوي، وكان عنده وقتها اكبر شركه بتاعت كمبيوترز مصريه موجوده في مصر اسمها كومبيوتك. لسه كومبيوتك موجوده بس مهياش يعني، هي دي كانت اي حد بيشتري كمبيوتر بيروح يشتري من كومبيوتك. المهم بعد ما رجعت خلصت الدكتوراه بتاعي، عملت مع علي البدويه، ودخلنا معانا ناس فلسطينيين، واحد اسمه الدكتور لبيل شعث، وعملنا اول شركه اسمها ريم. ريم اختصار ريسيرش اند الكترونيك مانيفاكتشر. قصه يعني، وعملنا سنه 90 في الشركه دي اول عداد كهرباء الكتروني موجود، وكان وزير الكهرباء وقتها اسمه باشمهندس ماهر اباظه، راجل محترم جدا. واحنا رحنا له بالفكره وتصميم مبدئي كده، وكان امريكان، شركه امريكيه جايه وجايبه معاها اخو سوزان مبارك وكيل ليهم، يعني داخلين بمستوى. وماهر اباظه وقف وقال هاخد المنتج المصري، ووردنا اول 100,000 عداد الكتروني كهرباء سنه 90، يعني 32 سنه فاتوا.
اختلفنا بعد كده انا وادري اساسا، وادري تعالى ننصب على نبيل شعث اللي هو شريكنا، فانا رفضت فسبته وحاجات كده يعني مريت بيها. بعدين عملت شركه تانية اسمها سيرفترونكس، بتشتغل في سيرفس المستشفيات والمصانع وكده. وبعدين عملت شركه ثالثه اسمها انفوسوفت، الثالثه ولا الرابعه، المهم اخر واحده بقى عملتها عملت حاجه بسيطه قوي بس كانت وقتها نقله كبيره قوي في البلد. اول ما دخلت الانترنت وبتاع، وانا كنت واحد من الناس يعني الاوائل اللي ساهموا في ادخال الانترنت في مصر سنه 94، ف عملت انفوسوفت اللي هي في الواقع عملت اول دليل تليفون. كان دليل تليفون ما كانش زمان فيه الموبايل، ما كانش لسه دخل وبتاع، فكان دليل التليفون بتاع مصر كان فيه 3.5 مليون، حطيناه الاول على سي دي وبعدين حطيناه على الانترنت، كان اسمه 140 اونلاين. 140 ده اللي ايه، انت لما تيجي تطلب عايز تعرف رقم تليفون تدوس 1 4 0 140. فانا سميته الموقع 140 بس اونلاين، 140 اونلاين دوت كوم، ورغم انها كانت موجوده من يعني اتعملت سنه 98 الموقع نزل. الموقع اعتقد موجود لحد دلوقتي، وبعد كام سنه كده حصل شويه حاجات فقررت ان انا ابيع الشركه، وكنت ناوي امشي واسيب مصر خالص. سافرت الامارات شويه وبعدين قررت ان انا ايه اجي هنا عشان ابيع بقى كل حاجتي وامشي واسيب البلد خلاص، يعني بعد حوالي 15 سنه من المطحه والمبحه وحاجات زي كده قلت خلاص يعني انا ايه فشلت وبلد مفيش فايده. كان اياميها الدكتور احمد نظيف هو وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، وانا كنت عارف الدكتور احمد من قصه كده خليته يخسر فيها مليار دولار اللي هو يكسبهم يعني شخصيا قبل كده، فهو يعرف مين احمد الحناوي، فيعني قلت له بص بقى دكتور احمد انا هسيب لكم واعملوا بقى في البلد زي ما انتم عايزين وانا ماشي سايب البلد. فقال لي هتروح فين؟ قلت له هروح الامارات واعمل شركه هناك، ابيع الشركه اللي انا كنت عاملها دي وامشي. بس اهم حاجه يا دكتور نصيحه، يعني انت راجل شاطر ودماغك يعني كويسه، ان احنا نطبق الستاندردز. اتعلمت سمعت كلمه ستاندردز قبل كده؟ سمعتوها فين؟ اي تي الايزو از وي ستاند. طب في كام ستاندرد في العالم وبيطلعوا منين؟ وليه؟ سؤال كده. السؤال ستاندرد، خلينا ناخد اللقطة شكلها موجودة هنا بس احنا بنتعرف سوا، لأن أنا اكتسبت الخبرة دي من الشغل. جينا نبيع عداد الكهرباء في السعوديه في الالكتروني اللي كنا عاملاه، فبتوع السعوديه قالوا لنا مش حلو. اتنين راحوا الحمام وقعوا مننا، مش مشكله مش هيرجعوا، بس الحمام ده اتجاه واحد. رحنا نبيع في السعوديه عداد الكهرباء الالكتروني ده، وكنا عاملين الريموت كنترول بتاع تكييف كده برضه مصري من شركة كونديرو وكذا شركة مصرية. فالاثنين اجمعوا ان احنا محتاجين نعمل ستاندرز. وانا كنت معرفتي بالستاندرز ما هياش قوية، بس كان معانا واحد اسمه الدكتور حسنين عامر، كان استاذ هنا في الكترونكس وبعدين دلوقتي في الجامعة الامريكية، وكان واخد الدكتوراه بتاعته في الستاندرز من ستانفورد. يعني ستانفورد دي واحده من احسن الجامعات في العالم. فقلت له دكتور حسين النبي عايزين نشوف حكايه الستاندرز في مصر اخبارها ايه بتاع. فراح هيئه المواصفات القياسيه
وشاف وبتاع وقعد يصور شوية حاجات، وطلبنا إن إحنا نشتري حاجات دفعنا فلوسها، جت لنا بعد 18 شهر. طبعا قبل الانترنت الحاجات دي كلها، يعني الكلام ده كان في 90 91، الكلام ده بيتعمل دلوقتي في ثواني، احنا كنا بناخد اشهر عشان ننفذه. المهم اكتشفنا ان احنا عشان نعمل ستاندردايزيشن للبرودكت بتاعتنا محتاجين فلوس كتير، وكان اياميها الشريك الرئيسي اللي بيمول معانا اللي هم دكتور نبيل فلسطيني، وكان بقى مشاكل فلسطين الكويت وحرب العراق وقصص كده. فقلت للدكتور نبيل طيب ندخل معانا شريك. قال لي مين هيخش معانا شريك؟ قلت له الاهرام، مؤسس الاهرام، كان عندهم شركه اسمها الاهرام للاستثمار وبتستثمر كده في الشركات وكده. فرحت قابلتهم واقنعتهم في خلال يومين ان هم يحطوا معانا شركه 3 مليون جنيه كده، ونروح دول ناخد بيهم نطبق المواصفات القياسيه الستاندردز على المنتج بتاعنا عشان نقدر نبيعه خارج مصر. مصر مش مهتمين قوي بالستاندردز يعني كده، كله ماشي بالبركه الحمد لله. ف رحت واقنعتهم في خلال يومين، رجعت للدكتور نبيل قلت له فلوس جاهزه، اللي جبتها منين؟ قلت له اتفقت مع المدير بتاع الاهرام وداخل هيخش معانا. فقال لي هيشتروا حصه مين؟ هو كان ليه الدكتور نبيل الحصه الاكبر حوالي 60% من الشركه. قلت له هشتري من حصتك، انا ليا 10% ولا انا وعيلتي كلها لايم فلوس من كل عيلتي عشان يخشوا. الدكتور عادل لايم مش شويه فلوس. المهم يعني فقال لي طب نستنى شويه. قلت له انا اتفقت معاه. قال لي لا نستنى شويه. قلت له طب خلاص حضرتك تستنى شويه وانا ماشي. وقررت ان امشي، يعني يمكن استعجلت يمكن كذا، الواحد كان لسه شاب ومتحمس شويه وبتاع، عملت بقى شركه ثانيه وشركه ثالثه وشركه رابعه وهكذا. بس خلينا نفتكر الستاندردز والبيتنس. بيتنس بيتنس يعني ايه؟ بيتنت براءه اختراع. شكرا يا في كم بيتنت بتطلع في مصر وكم بيتنت بتطلع في العالم كل سنة؟ حد يعرف؟ حد شاف بيتنت قبل كده؟ في الغالب لا. يعني أنا ما أنا أول مرة أشوف بيتنت كنت بعد ما اتخرجت ب10 سنين. بس كنت مكتشف يعني، أو اكتشفت بعد كده إنها حاجة أساسية جدا ومهمة جدا. إحنا في مصر هنا في الحاجات العلمية متعودين نقرا كتب أو بيبرز، بس ما عندناش قوي علاقة بعالم البيتنتس. بس البيتنت والستاندردز يعني لو الواحد عنده اختراع وعايز يحميه لازم تفايل فور بيتنت موجود. البيتنتس اللي في العالم بيطلعوا حوالي 500 ألف في السنة. الرقم في مصر 50. ده على مستوى العالم. الستاندردز في حوالي 200,000 وصفة قياسية عالمية، بيطلعوا من يمكن
الحاجات الرئيسية مثلا نقول 30 مؤسسة أشهرهم الأيزو. الأيزو لوحديهم عندهم حوالي 30 ألف مواصفة قياسية. ها؟ الأيزو The National Standard Organization موجودة في سويسرا. المواصفات القياسية ال... ها؟ أغير المايك؟ أنزل ده؟ وأتكلم بصوت عالي صح؟ كده أحسن. طيب إحنا عندنا في مصر حوالي قول تقريبا 5000 مواصفة قياسية. طب والباقيين ال 195 ألف دول أخبارهم إيه؟ يعني كان في أستاذ هنا في قسم الميكانيكا وزير الصناعة، كان وزير الصناعة سنة 94. بصرف النظر عن الأسماء، وأنا كنت وقتيها بشتغل كده في حاجة اسمها مركز معارض مجلس الوزراء، وكان أياميها واحد اسمه الدكتور هشام الشريف هو اللي ماسك المركز وهو اللي ابتداه. المهم رحت له قلت له ايه دكتور اللي هو وزير الصناعه، يعني احنا عندنا 5000 مواصفه قياسيه او 4000 كده وبتاع، والعالم فيه 200000 مواصفه قياسيه. فقال لي بجد؟ طب نعمل ايه؟ قلت له ما اعرفش الحل ايه، بس يعني انا بدي لحضرتك فنادى الراجل بتاع رئيس هيئه التوحيد القياسي، هو كان في الدور الثاني مكتبه هنا في وسط البلد كده في حته، وراجل بتاع رئيس هيئه التحليل القياسي في الدور الثامن، فناداه وقال له بص دكتور احمد بيقول كذا، ازاي انت تعمل كده؟ الراجل قال له يعني انا جيت لقيت البتاع كده وشغالين كده بقى لنا سنين، يعني بنزود مثلا مواصفه قياسيه 2 في السنه واغلبيه المواصفات القياسيه اللي موجوده في مصر موجوده على الحاجات اللي بيتم استيرادها، وبالذات المواد الخام وبتاع والاكل المهم يعني انا مشيت بعديها بشهرين بكلمه كده بتابع اشوف حصل ايه، فقال لي حلينا المشكله. الحمد لله يا دكتور. عملته ايه؟ قال لي قلنا لو مفيش مواصفه قياسيه مصريه يبقى ناخد اي مواصفه من 5 مواصفات قياسيه، الامريكاني او الانجليزي او الالماني او الياباني او. قلت له بس اصل الفيشه الامريكاني ما بتخشش في الفيشه الالماني، ده ابسط حاجه يعني، دي كده هتلاقيها بثلاثه ودي باثنين، فانت لو خدت واحد اشترى من الفيشه من مواصفه قياسيه امريكيه وواحد اشترى الكوبس من المانيا مش هيخشوا مع بعض، فيعني لا تحرك تختار واحده بس. فقال لي احنا ده اللي قدرنا نعمله عشان ما يتهمش ان هو تبع امريكا ولا تبع، عنده حجه قلت له يبقى ملهاش لازمه يعني باختصار. انه الحاجات مش هتكلم مع بعضيها، الكوبس في امريكا 110 فولت وهنا 220 فولت، فلو واحد جاب 110 فولت ينفع يشتغل مش هيشتغل، وهكذا بقى يعني قصدي في بس بدي بشكل سريع. وتقريبا ما زال الحل كما هو عليه لحد هذه اللحظه، ما حصلش فيه تغيير كبير. والمصيبه الاكبر انه هيئه المواصفات القياسيه في مصر بتتبع وزير الصناعه، فوزير الصناعة اللي تبعه هيئة المواصفات القياسية ما يقدرش يمشي كلامه على وزير الصحة، ده وزير وده وزير، فما يقدرش يقول له هيئة المواصفات القياسية بتاعتي عملت لك الأجهزة الطبية يا وزير الصحة، فما تاخدش غير الأجهزة اللي طبقا للمواصفة اللي أنا عاملها. وزير الصحة يقول له أنت إيه فاهمك في الصحة؟ وهكذا بقى على كل حاجة.
فالعالم كله المحترم المواصفات القياسية لا تتبع وزير، تتبع البيج بوس. تفر بقى كان البيج بوس ده رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا غيره. الحمد لله، اشكركم. فبدون ما المواصفات القياسية تكون موجودة ومطبقة من أعلى سلطة في البلد، سلطة تنفيذية يعني، مش ممكن يبقى عندنا صناعة. ولو ما عندناش صناعة يبقى ما عندناش مام باختصار. ف بدون مواصفات قياسية لا توجد صناعة، ودي عندنا مشكلة كبيرة قوي فيها. طب واحنا بقى هنعمل ايه؟ احنا شوية طلبة انا بتكلم في الفكر، لان الفكر لازم يتنقل. ممكن تشوف شوية مواصفات قياسية وتحاول تفولو انت ايفن على مستوى شخصي، ولو انت بتصمم منتج ولا بتبني منتج. البيتنتس طبعا اصعب شوية، بس اول بيتنت تفتكروا اتعملت سنة كام مستوى العالم؟ نمتي؟ معلش انا بلاحظ بس بحب اتفاعل. اول بيتنت اتعملت من حوالي 700 سنة، وبدون بيتنتس ما كانش ممكن تبقى فيه ثورة صناعية. اوكي؟ احنا طبعا لسه ما دخلناش ثورة صناعية، يعني احنا لسه بنزرع. بنزرع كويس الحمد لله، وقطن وحاجات كده، بس حتى القطن سبناه. فالبيتنت موجودين بقى لهم حوالي 600 سنة أو أكتر من 600 سنة. والستاندرز موجودين بقى لهم حوالي 200 سنة. احنا عندنا قانون مواصفات وقانون بيتنت الحمد لله تقريبا من ايام الملك فاروق او الملك فؤاد، يعني في 1930s كده، بس موجودين بشكل غبي جدا. فبالتالي ما عندناش صناعه وما عندناش حمايه وما عندناش تفكير وما عندناش منتجات بتطلع بجد موجود. هل نقدر نحل الكلام ده على مستوى فرد واحد لوحده؟ يعني صعب، بس لو اتحد مجموعه من الناس واتفقوا على شيء وعرفوا المواصفات وعملوها ممكن. مش 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 شيء معجزه يعني بيتنت ولا الستاندرد. وانا اعرف ناس من اصدقاء يعني وكذا راحوا وعملوا بيتنت، بس طبعا بيعمل بيتنت مثلا في امريكا ولا حاجه زي كده بتكلف فلوس اكتر شويه، بس بتبقى محميه في اغلبيه الدول الصناعيه في المستوى العام. يعني هرجع بريفلي تاني كده. بعد ما رجعت للدكتور نظيف وقلت له، فكان في وقتها احد مستشارين دكتور نظيف اسمه دكتور مصلحي. حد يعرف دكتور مصلحي ده بيعمل ايه؟ ها؟ هو حاليا وزير التموين. هو خريج كلية فنية عسكرية دفعة 8 سنة 71، هو في مهندس كهرباء يعني، بس هو ماسك وزير التموين حاليا. هو راجل دماغه ذكي وبتاع. ف دكتور نظيف قال لي طب اقعد مع الدكتور، كان ايميها مستشار مع الدكتور نظيف، قال لي روح اقعد مع الدكتور مصلحي ولو قول له انت عايز ايه. قعدت اشرح له المواصفات القياسيه والبيتنس، كنت مركز قوي على المواصفات القياسيه، وفي كنت ايامها مهتم قوي بقصه السوفت وير، ففي سوفت وير انجينيرنج ستاندردز كانت بتطلع من الاي تريبل اي. عارفين الاي تريبل اي ولا ما تسمعوش؟ فكان سوفت وير ستاندردز بتوع الاي تريبل اي، وماسكين القصه بتاعت السوفت وير ديفلوبمنت من الالف الى الياء، يعني فوق 37 مواصفه قياسيه. كنت شاريهم كده في 4 كتب، جايبهم ب $100 مبسوط بقى بوريهم للناس فرحان بيهم. فعملت كوميشن. زي قال لي ايه؟ قال لي لا اعمل ايه؟ انا ماشي وعايز اسيب البلد اصلا، مش
فعليا طبق الكلام ده انا هطبقه عادي، سيبك منهم مش فاهمين حاجه. وقعدت معاه رحله طويله كده، بعديها لما لقوا ان انا بشتغل معاه فودوه يمسك البريد، رحت معاه رسالة البريد وقعدت شويه هناك، وقال لي تعالى نطبقه، وجينا نطبقه على شويه شركات. ويعني المهم كل شويه كان يطلع بقى حد كده ودعاء في الدنيا. المهم بعد فترة قلت ايه؟ لا لا خلاص امشي. قالوا لي احنا اللي هنمشي. قلت له هتدوني فين؟ قال لي هديك الغرفة اللي تحت. تبقى كبير مستشاري الدول العربية في الاتحاد الدولي للاتصالات. حد يعرف يعني اتحاد الدولي للاتصالات؟ NTRA تقريبا صح؟ NTRA انت ده بتاع مصر اللي هنا. طيب لا الاي تي يو انترناشونال تيليكوميونيكيشن يونيون موجود في سويسرا اساسا، ومغطي العالم، هو مهتم بالتليكوميونيكيشن. كان اميه وزير الاتصالات اسمه الدكتور طارق كامل الله يرحمه، فقلت له دكتور طارق انا مش خبير تليكوميونيكيشن، توديني انترناشونال تيليكوميونيكيشن يونيون. اي لا اصل انت عامل يعني دماغ وهم عايزين نفرمطهم يعني. قلت له انا مش بتاع تليكوميونيكيشن الفطار. قال لي هتفرمطهم انا عارف. هو كان اصغر مني بشويه يعني 5 سنين كده وبتاع. وبعدين هتاخد 10 دولار في الشهر. خلاص هفرمطهم ماشي. هنا انا قاعد في مكتب. قعدت احسبها في دماغي كده وقلت ايه؟ مش فايدة في البلد، تعالى نروح الاي تي. قعدت هناك 4 سنين، اكتشفت برضه ان هم مجموعه من المنصبين او الناس اللي شغالين معانا في قصه الديفلوبمنت هنا السكشن بتاع الاي تي يو. فايه سبتهم وقررت ان انا اعمل جمعيه اهليه. بقى الناس يبصوا لي كده، على فكره كل الكلام ده وانا في الجامعه. باجي ادرس شويه وبعدين اروح اتعلم حاجه اجي اطبقها. درست 6 كورسات من اول موديلنج، مرورا بقى بالالكترونكس ومانجمنت وسوفت وير انجينيرنج وماركتنج ومانجمنت ويعني حاجات كده. فروحت عملت جمعيه اهليه اسمها المعرفه الدينية. وايه؟ قعدت 7 سنين في المعرفه الدينية لحد ما ايه؟ جات لي جلطه في البخور. ابتديت اخف شويه. فالدكتور مرسي هو كان اشتغل معايا في اول شركه اللي عملتها خالص كان اسمها ريم، وعنده ريم دي حاجه جميله جدا يعني كان شايف انها حاجه كان سنه 90 وكان لسه متخرج. فقال لي طيب تعالى بقى ونرجع نحاول نعيد الكرة تاني، واحنا ما زلنا بنحاول، واعتقد ان فيها امل ان كل التحديات والحاجات اللي الواحد مر بيها، لانه في ناس كتيرة مرت بتجارب شديدة الى حد ما، وبنحاول ان احنا ايه نبني القصة. مش قصة حزب وطني ولا سياسة، بصراحة اسوأ حاجة في العالم هي السياسة. يعني السياسة هي المهنة اللي لازم تكون موجودة، بس بتحتاج لازم ان انت تبقى كذاب وبوشين ومشاكل يعني. فبنركز على الايه؟ النواحي الاقتصادية. الاي تيو كانت تجربة مهمة، المعرفة للجميع كانت تجربة بالنسبة لي مهمة أوي. الكلام ده أنا كنت بشرحه في 6 ورقات موجودين في الملخص السريع بتاعي ووسيلة العمل. لو حد عايز يعرف تفاصيل أكتر يعني طبعا البرزنتيشن دي هتلاقيها. من عندي؟ كل واحد طلع ورا وقلم. الساعة كانت بتزعل. نعمل مع الوقت نستفيد من
تتصل علينا تساعد اكثر وتقولي لا اجي كذا وتعال اجي بيجو. يعني انا احب دايما اسمع اراء مختلفه وبالشرط تاني انا بتعلم من ولاد اخواتي وبنات يعني اصغر من الناس اصغر. مش هخش دلوقتي على الناس وقت اللي نخش على الويكيبيديا بيجي بالتفصيل، بس المين لينك بالنسبة للانترنت شيب لما تقول عليها سريعة عملها أوف لاين دي اللي هي ايه 33 ورقة اللي بتطبع عليها على الانترنت شيب، غير طبعا الريسورسز اللي فيها لحد ما اديه يعني جود اوفر فيو على الموضوع. التكست بوكس هيبقى فيه تكست بوكس بس يعني بيست على السلايدز الداتا دي هختار التكست بوك الانسب ليكم عشان يبقى معاكم. بالنسبه للجريدنج طبعا الجريدنج حاجه او التقدير يعني الرقم اللي هتاخدوه في الاخر على الكورس هيعتمد على التاسكس وعلى ريبورت كده هيطلب منكم بعد حوالي اسبوعين، وفي كويزز ممكن تتم وتتم بشكل مفاجئ. كويز يعني امتحان مفاجئ صغير يعني 10 دقايق كده بس امتحان بقى مش مشاركة كده دلوقتي بنتعرف بس. طبعا في الميد تيرم والفاينل. طيب اول تاسك هتطلب منكم انها تعملوها حاجة اسمها ماير بريدج. هل سمع عن شيء ماير بريدج قبل كده؟ هما سيدتين دروكا مش فاكر واحدة والمهر. لو كتبت ماير بريدج على جوجل هيطلع لك 20 حد بيعمله. أنا شخصياً كنت عملت الاختبار ده كان سنة 2001. الجماعة الأمريكان كانوا مهتمين قوي إن هم يوديها يعني ياخدوا كده كام حد من الناس اللي بيشتغلوا في مصر وايه خلوهم تبعهم يعني ويعلموهم كده شويه. فاختاروا 30 واحد اصحاب شركات وناس شغاله بتاع وايه عملوا لهم كورس لمده سنه ونص. كان يجيبوا حد من امريكا ويعلموها كده ويقعد ثلاث ايام معانا من يوم الجمعه لحد يوم الاحد مره في الشهر لمده 15 شهر. نروح نتلم في فندق هيلتون في رمسيس في اكتوبر هيلتون دريمز دلوقتي بتاع. انتوا عارفين دريم دي بتاعت مين؟ لارس وان سامن باجر صغير نسبيا اكبر مني من 5 سنين بس هو توفى من اي سنه كده. وكان يعني ايام مبارك يعني من الناس الشخصيات القوية قوي في مصر. كنا بنروح الهيلتون ده ونقعد شوية ونقول حد يعلمنا حاجة. فتاني محاضرة عملوا لنا التيست ده عشان يشوفونا كده احنا بنفكر ازاي وشخصيتنا شكلها ايه. هو بيطلع لك بيقسموا البشر بشكل عام لواحد من 16 شخصية. فالتست ده هتلاقي فيه منه حاجات كتيره فري وفي حاجات بفلوس بس المطلوب الفري يعني. وهيساعدنا قوي في ان انتوا بالذات تعرفوا نفسيكوا اكتر يعني هتفهموا نفسيكوا بشكل اوضح قوي من خلال الماير بريدج. دكتور هو ده اللي هو بيبقى في الاخر اي ان اف واللي هو كل حرف دي انديكيشن والموضوع ده بس مش الجين يعني
يعني تانيين في كذا تيست من دول. في ناس بتستخدم حاجات للجواز والراجل والمراته ما يبقوش عارفين يعني ما يحصلش مشاكل ما بينهم وحاجات زي كده. بس احنا هنتكلم عليه من الاسلوب العلمي بتاعه وهيديك اكسبلانيشن هيفهمك نفسك انت بشكل كويس. بس اكرمه تقريبا في اغلبيه الكورسات اللي بتديها بيساعدنا. ويهمني ان السلايدز دي او النتيجه تبعتوها لي على الايميل بتاعي اللي هو ده قبل يوم الخميس اللي جاي. يعني قبل يوم الخميس الساعه 5 تعملوه النهارده تعملوه بكره تعملوه الاربعاء وتقدر تديس. بس عايز ايه النتيجه عشان ابقى فاهم شخصيه الناس اللي قدامي كمجموعه فاينل شكلهم ايه. يعني هيتم التركيز على حاجات معينه بناء على شخصيات. يعني ممكن مجموعه ثانيه الكورس بيحصل له ادابتيشن ليه الكورس مش ليه الكورس. يعني برغم ان انا ممكن استفيد منكم واتعلم حاجات لكن هحاول افيدكم اكتر لان انا بستفيد.